هما طريقة الانفستيغاسيون، كيفاش يمكننا نتعاملوا مع هذه الحالات. إذا كنمشيو كنديروا الانفستيغاسيون، الانفستيغاسيون وهي كنمشيو كنقلبوا بالضبط، كيكون هناك واحد السؤال على الناس اللي عندهم هذا المشكل، ولا الناس اللي الأهل ديال الميت، كنشوفوا شنو كان عنده في لي زونتيسيدون ديالو قبل ما يموت مثلا إلى آخره، شنو السن ديالو، شنو الأمراض المزمنة اللي كانت عنده، وكنتبعوا هذا بطريقة كل الوفيات اللي وصلونا الأكثرية فيهم كلهم لقينا أن هناك أمراض أخرى اللي كانت سبب الوفاة. بين هاد التحريات اللي درنا، مشينا التحريات كيف قلت لكم في لا بريزونطاسيون اللي درت، كنديروا لوتوبسي فيربال بحال إلا كنديروا واحد التشريح ديال ذاك السيد اللي مات، ولكن غير بالكلام نشوفوا الملف الطبي ديالو كذا وكذا، ولكن مشينا حتى للتشريح العظمي، يعني مشى هناك واحد الطبيب شرعي اللي فتح الميز باش يشوف ما هو السبب ديال الموت. هذا التشريح الطبي اللي درنا على ثلاثة ديال الحالات، وثلاثة ديال الحالات بنا أن هناك سبب آخر للموت ما عنده علاقة مع 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 الموت مع اللقاح. عندنا بعض الحالات اللي كيكون هناك ما كيكونش هناك جزم، عندنا واحد جوج الحالات راهم باقيين تحت التحريات، لان لحد الان ما لقيناش واحد الجزم اللي هناك علاقه ولا ما كايناش علاقه. اذا كاين هناك واحد التحريات اللي كذاب ورحنا خدامين فيهم، ولكن لحد الان ما عندناش واحد الحاله اللي نقولوا هذه الحاله ديال الموت التلقيح اللي كان السبب ديالها. بغيت نجاوب على واحد السؤال داز مرور الكرام، كيقول واش كتبعوا الناس وحتى اللي يتبعوا، باش نتبعوا الناس اللي يمكن لهم يديروا حوادث بعد استعمال اللقاحات، ما كتكونش هناك، ما كنعتمدوش على التبليغ فقط، ولكن كنعتمدوا على دراسات. وهنا كنديروا واحد الدراسه، باش غناخذوا واحد ليشونتيوناج، وغادي نبقاو نعيطوا لبعض الفئات المتلقحات باش نعرفوهم اللي كاين لاباس، وغنبقاو نعيطوا لهم مثلا كل شهر باش نشوفوا، باش تعطينا واحد النظره معمقه باللي اللقاح ما دارش شي تاثيرات غير مرغوب فيها، اللي هي يمكن تكون عندها شي مشاكل ولا. اذا من غير التبليغات اللي كنتوصلوا بها يمكننا نديروا دراسات باش نتعمقوا في واحد المواضيع ديال هذا الاثار الجانبي. شكرا. ميرسي بوكو بروفيسور سليماني، والكلمه الان للسيد الوزير اللي كانت مجموعه من الاسئله كتهم استراتيجيه التواصل، تصنيع اللقاحات، تصنيع الادويه، لكم الكلمه السيد الوزير. شكرا. هي اللي خلينا دابا انا وزير، اول وزير هي خد شنو ندخل عندو، انا ادخل للداخل الجواب. راه هو الجواب اليوم، راه كنشوفوا ان هذه جلسه علميه بامتياز باش نجاوبوا على جميع التساؤلات اللي هي نقاش على المنابر الاعلاميه المهمه، كذلك حتى باش نبدلوا ذاك علامه الاستفهام الناس اللي هما كيحاربوا اللقاح الجانبيه. فبالتالي اليوم كنقولوا المغرب مشى في العمليات ديال الحمله الوطنيه ديال التلقيح واحد الجديه كانت استباقيه بسبب التوجيهات ديال صاحب الجلاله الله يسعدك. المغرب كسب اللقاح، راه من الدول القلائل اللي جبنا اللقاح، والذاكره راه كنا نبدلوا الذاكره اللور، وتقدر تقولوا نهار اللي كنا يلاه بدات الحاله الوبائيه كنا في الحجر الصحي. إذا كنبدا بالتساؤل واش المغرب غيجيب اللقاح ولا ما غيجيبش اللقاح، وهذا وخصنا نكونوا مزيان نجيو قبل كان الرواج على اللقاح ما خصوش يجي من بعد، اللي خصو يجي بالزربة اللقاح من بعد من جا اللقاح بالزربة، علاش غنطيحو هاد الناس مشينا هاد الكبيرة. حنا وصلنا اليوم 24,300,000 جرعة وحدة، 222,000 وكثر من 300 جرعة
نتكلموا واش على لسان العلماء ديالنا الكبار ديالنا المناهج، ما ندخلش انا في التدقيقات الذهنيه، انا علاش نوضح لكم تمام، نحط لكم في الصور في الاطار. كنهضروا على المناهج الجماعيه، السيد ولا اي جماعه فاش تكلم على 60 70% في الاول، كنهضروا على الفئه على السكينه ديال المغرب. بالنسبه لان السكينه اي بلد ماشي 100% كيطيح، كاين شي بلد غير يطيح 100%. انا كاين واحد الفئه المستهدفه وكاين فئه غير مستهدفه. اليوم حنا كنعرفوا الفئه المستهدفه هي من 12 سنه ل 11 سنه لفوق. شحال كتشكل هاد الفئه هادي؟ 28 مليون ونص. اليوم حنا في 24 مليون 580 585 اللي خداو الجرعه الاولى. الفرق بين باش نعطيكم الرقم في الاخر هذا الفرق. هاد الفرق اللي بقى فيه ناس ما باغيينش يدوزو، فيه ناس كانوا مرض، فيه ناس اللي مشاو هاجروا بدلوا السكنه ديالهم مشاو مابقاوش هنايا، فيه ناس اللي يمكن ربما داروا لقاح بلدان اخرى وجاو عندهم ما بغاش يدير لقاحنا. حنا اللي صدرت تقليص هذا العدد هذا باش كنديروا واحد المواكبه كندقوا عليهم، راه واحد العمل جبار اللي كيدار، وكنشكر من هذا المنبر وزاره الداخليه اللي كتمثلنا بمساعده كبير باش يمكننا نشوفوا ليزادريس كارت ناسيونال تليفونات ونصيفطوا للناس الرسائل باش نشوفوا باش ما يبقاش هذا المجهود كبير بدون نتيجه كبيره. اليوم اللي كنقول حنا درنا 24 مليون 380 الف قلنا واحد الفرق صغير، وهذا الشيء علاش السؤال الملاحظه جات على لسان واحد الزميل واحد الشخص قال بان راه بنينا كنشوفوا المراكز ديال الطرح ما بقاش فيهم الحركه، راه بنينا ما تبقاش فيهم الحركه لان 24 مليون ونص اللي تقريبا دارت بقات لنا واحد الفرق بسيط على المستوى الوطني. ما يمكنش نسدوا المراكز ديال الطبيعي، حنا غنبقاو نستمروا لان ما عارفينش شنو جينا في المستقبل، وحنا متبعين الجرعه الثالثه كيف شرحوها الساده الخبراء ومدى الاهميه ديالها. مسألة إذا الاستراتيجية ديال التواصل اللي كنتكلموا عليها، إلى ربما تنظن أن جميع المنابر الإعلامية أجلس ديال واحد المجهود كيخرجوا كل مرة كيخرج واحد، فتنظن أنا ما عرفتش واش كاين شي تصور خاص بالنسبة للاستراتيجية ديال التواصل. أنا كنظن هذا هو التواصل اللي كاين، وحنا كنزيدوا كل ما كانت حاجة نزيدوا أكثر كنزيدوا أكثر، واليوم حنا كنزيدوا أكثر لأنه كنشوفوا كذلك أن هذا الموجة اللي كيعيش العالم اليوم كتهددنا، ما بغيناش الاثار الجانبيه ديالها تقيسنا، لان لما كنتكلموا على العالم كل واحد شدايا اليوم، الا شاهدتوا بان بريطانيا كدير واحد الاستراتيجيه، ولكن الا مشيتوا لالمانيا ومشيتوا للنمسا، النمسا راه كدير اغلاق، بالتالي كل واحد علاش تيدير الملائمه مع المنظومه الصحيه ديالو والامكانيات اللي كيتوفر عليها. حنا كنتوفروا على واحد المنظومه فيها نواقص، فيها إكراهات كنعيشوها، ولكن وقفات، وقفات على رجليها باش نتوما ساهمتوا معنا فيها، نساء ورجال ديال الصحة والناس ديال السلطات العمومية قدروا يواكبوا هذا المسير، لكن راه عياو، المستشفيات راه تقريبا الأسير ديال الإنعاش 665 5260 سرير، واللي كانت شهادات واحد النسبة ديال الاشتغال تقريبا وصلت حتى 54% في الدروه ديال الجائحه ديال الموجه الثانيه. وانا لاحظوا شفتوا الموجه الاولى وشفتوا الموجه الثانيه، الموجه الاولى كانت صغيره الموجه الثانيه طلعت، الا جات شي موجه حدا اخرى غادي تطلع اكثر من الموجه الثانيه، لان ما حد غدا وهذا التطور الوبائي العادي اللي كنعرفوا. ولكن يمكن واش عندنا الوسائل باش نعرفوها؟ يمكن اذا خصنا نبقاو دائما حدا الحيطه والحضاره، ولهذا الاجراءات اللي تناخذها ما كناخذهاش بعبات وكارتكال، ملي كنقولوا العبات والارتكال هذا كنضربوا شويه في المصداقيه ديال هذا العمل اللي كيدار، وكاين مجموعه ديال 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 العمليه اللي كتوقف كذلك على هذا الامر، كاينه بالعكس الملائمه وكاين التدرج، ما بغيناش يوقع في الانتكاسه. وهذا جا واحد السؤال على رجال واحد رجل الاعلام اللي يسمى رجل الاعلام، قال لك علاش ما حليناش على الاستاد و كان تدرج، كان وقع التخفيف دابا، حلينا وسينا حيدنا الحجر الصحي، حيدنا الحظر التجول، كاين كذلك المراقبة والملائمة، وحنا غاديين كنشوفوا شنو واقع،
خطوه بخطوه يمكن نوسعوا حيت ما خصناش توقع لنا انتكاسه وصبا ثاني راجعين راجعين لورا. من هنا غننتقل لكم للقضيه ديال الباس فاكسينال باس سانيتير. الباس فاكسينال باس سانيتير باش نحيدوا هذه المستفزه. لما كنتكلموا على الباس فاكسينال يعني كنعنيو على فاكسيناسيون. خدنا جوج جرعات ولا ثلاثه د الجرعات على حسب المده الزمنيه. خدنا جرعه وحده كنعطيو واحد الباس اللي هو مؤقت. ما خدنا حتى شي جرعه وكان عنده لوائح كنعطيو اتيستاسيون ديكزومبسيون. ما عندوش اتيستاسيون ديكزومبسيون كنخصو يمشي للخارج كيخصو يدير لا بي سي ار. ولكن لا بي سي ار اللي كتستعمل كخص تكون مطابقه ومصادق عليها وما يكونش فيها شي اللي كنت ما تكونش يعني معروضه للتزوير ولا شي حاجه. داكشي علاش كان في الاتفاقيات الثنائيه مع اوروبا الاتحاد الاوروبي ان خاصنا ورق الدار بي سي ار يكون دايزا من 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 المراكز المعتمده واللي كتمشي كتخدم النظام المعلوماتي وكتخرج معترف بها باش ماشي من المركز ديال لابوراتوار كتمشي لا خصك تبقى. وهذا ملي كتكون كتمشي كتديليشارجي كتلقى اما لا تيساسيون ديكزومبسيون ولا الباس ولا لا فاكسيناسيون ولا البي سي ار هذا كله كيتسمى لو باس سانيتير. ولكن ملي كنتكلموا على لو باس فاكسينال كنخصصوا على فاكسيناسيون. اذا لو باس سانيتير معمول به باش يسلك السفر كنسير السفر دابا حنا كنشوفوا في اللجنه الوزاريه في البروتوكولات ديال الرحلات الجويه اذا كاين اللائحه الف واللائحه باء اللي كنتعاملوا بالباس سانيتير لان فيه البي سي ار. ولكن لما كنتكلموا على داخل البلاد وكنقولوا بان في المراكز المرافق العموميه وفي المرافق التجاريه كنتكلموا على فاكسيناسيون دونك على الباس فاكسينال ما كاينش شي لبس وكنستعملوا هذا ولكن ما كاين حتى شي لبس في هذه المساله هذه. وهذه المساله ديال الباس فاكسينال هي جد مهمه بالنسبه للتحفيز داخل الفئه اللي بقات غير ملقحه واللي كيف شرحوا الزملاء ديالي والخبراء ان الغير الملقحين كيقدروا وانا كنجاوبهم يقدروا يهددوا الملقحين. حنا في ما بغيناش الغير الملقحين بالنسبه ديال انتشار العدوى ديالهم كتكون كبيره بالنسبه للغير الملقح والملقح 50% ناقصه. وهذا الشيء علاش دونك باش نطويو هذه الصفحه ديال الباس فاكسينال. جبتوا القضيه ديال تصنيع اللقاح والكل شاهد بان الاراده الملكيه ياسين المنصور ان المغرب خصو يمشي للسياده اللقاحيه وكنتسنات واحد الاتفاقيه شراكه 5 جويلي في هذه السنه هذه باش المغرب يشرع في التصنيع ديال اللقاح ديالو وتكون عنده كذلك واحد المنصه ديال التزويد ماشي غير اللقاح ديال الكوفيد. حنا ما كنهضروش على اللقاح الكوفيد حنا كنمشيو كنهضروا على السياده الصحيه والدوائيه لان تعلمنا من الكوفيد خدينا درس كبير ما خصناش والعالم كله خدا درس ما خصناش نبقاو مرهونين بتزويدات واقتناءات غير وطنيه. كاين الصناعه الوطنيه خصنا نشجعوها اللقاح خصو يتصنع في البلاد وكان توقع لنا شي كارثه ولا شي عالميه اخرى ويتسدوا الحدود كيفاش غنديروا. كانت مشاكل على المستوى العالمي يعني مثلا الاقتناء ديال الاجهزه ديال التنفس الصناعي الاقتناء ديال بزاف ديال المعدات ديال التحاليل. ولكن المغرب استطاع الحمد لله ان يوفر هذا الشيء للمرهبات الاكراهات وربما الصعوبات. لكن هذا درس مستقبلا نبقاو نعيشوا نفس الاكراهات نفس الصعوبات واش نعتمدوا على الصداقه اللي كاينه مع ولا التعاون مع الدول. لا خص المغرب يحسن راسو ويحسن على السياده ولهذا هو شرعي الحمد لله كنشرعوا في هذا العمل هذا باش ان شاء الله المغرب ما يبقاش يصنع غير الكوفيد ولكن يصنع جميع اللقاحات الاخرى في السنه المقبله ان شاء الله الله يقدرنا عليه. راه اللقاح اللي كيدخل للمغرب راه ماشي سهل باش المغرب يوفر 5 ديال الانواع ولا 4 ديال الانواع ديال اللقاحات راه ماشي بالسهوله راه واحد المجهود كبير وفيه تدخلات كبيره وسيدنا الله ينصرو شخصيا كيتدخل باش يمكن المغرب يتموقع ونقدروا نتوفروا على هاد اللقاحات. فبالتالي ما يمكنش اللقاح يعني كيشكل ندره يمكنش راه غير نتوفروا يمكن اليوم نشوف نقول لكم راه ما كاينش عداله ديال عالميه في التوزيع ديال اللقاحات اللي كنشوفوا حنايا في القاره الافريقيه ما كتجاوزش 3.7% من الملقحين في حين ان العالم كله يلا 30%. اذا التوزيع غير عادل وهذا كيشكل ندره. اذا فين كيفاش نقدروا حنا نفهموا الندره هذه
يكون عندنا واحد القح وزوار كنستعمل اللقاح، راه ما كاينش صعيب باش تاخذ المصادر ديال باش تجيب اللقاح راه كتكون مضبوطه ومصادر جد صارمه. بالتالي حتى القضيه ديال الاجراءات ديال ذاك اللجنه ديال الاحتراز الدوائي راه كتضبط لومولوغاسيون ديال لو فاكسان، تعطي لوتوريزاسيون ديوتيليزاسيون اون اورجونس حتى كيكون كيتوفر على جميع الشروط. هاد ديال الاستعمال لوتوليزاسيون اون اورجونس، لوتوليزاسيون اون اورجونس هادي مسطرة معتمدة منظفة من طرف المنظمة العالمية للصحة في إطار الجائحة. حنا كنتكلمو على الجائحة، مكنتكلموش على حالة وباء في البلاد، على جائحة. وفي الجائحة كتكون الندرة ديال الأمور، وكتكون ملي كتكون جائحة كتكون شي حاجة شي أزمة اللي جات على بغتة، مازال ملقيناش الدواء ديالها، وكانت الدواء دابا منهدروش على الجائحة. كل واحد كيدير الدواء ديالو وغنخرجوا من هاد الجائحه وغنخرجوا غندخلوا في واحد لا لوجيك ديال اون ايبيديمي او نيفو دي بيي. حنا دابا ماشي في ايبيديمي دي بيي، حنا في الجائحه. ومين كنتكلموا على الجائحه حنا مرتبطين بالدول الاخرى، واخا نكونوا واش واخا نكونوا كاع البلاد ديالنا ما فيها حتى شي حاله وحده، واش غنسدوا على راسنا؟ واش غنكونوا في عزله على نفسنا؟ كاين علاقات تجاريه، علاقات سياحيه، علاقات دوليه سياسيه. إذن أول حالة جات للمغرب راه كانت حالة وافدة، ماشي حالة اللي جات اللي تولدت هنا، راه حالة وافدة جات من إيطاليا، ومن تما بدات الوباء دخل للبلاد ديالنا. أي واحد كيعيش في البلاد ديالنا، لأن ملي كنتكلمو على جائحة كنتكلمو على مسألة إنسانية. إذن حتى الناس اللي حطوا السؤال على الناس المهاجرين اللي كاينين في المغرب، حتى هما كيستافدوا من اللقاح. حالهم بحال المواطن المغربي، لان حنا كنتعاملوا مع فيروس ومع مساله كدار الصحه ديال الانسان، واي انسان مضروب بهذا الفيروس اللي كينتقل العدوى سواء كان مغربي اجنبي مهاجر ماشي مهاجر، خصو يتعالج باش ما يبقاش العدوى الاخر باش ما يسببلوش الضرر. اذا على الشيء حنا تنشرعوا العمليه ديال التلقيح، هذا واحد الشيء الصعوبات ديال باش يمكن تعرفوا على هذه المسائل. حنا كنقولوا لكم ديالهم باش يمكنوا حتى هما كيستافدوا من الجواز ديال التلقيح ديالهم. ما عرفتش واش جاوبت على جميع الاسئله اللي سطحت لي، ولكن بقى شي حاجه نسيت فكرني. نعم سي غوسه شكرا. كاين واحد السؤال اللي بقى، الا كان الاستاذ ابو قاري تفضل الاجابه عليه، فيما يخص لقاح ضد الانفلونزا. غير هذا اللقاح ديال ضد الانفلونزا ما كيتعارضش بتاتا مع الفاكسان ديال يمكن يدار في أي وقت، لا ما كاينش، أي وقت يمكن يدار نفس النهار. كنتمنى نكون جاوبنا على جل الأسئلة. نعم، دواء فايزر، تصنيع دواء فايزر أستاذ. أنا اليوم كاين بزاف ديال الدواء كتبقى بصمة ديال الأمل، لأن اليوم كنعيشوا غير الوقاية. الوقاية خير من العلاج، ولكن إذا توفر الوقاية وتوفرت العلاج غيكون أفضل. يعني حتى يعني المفهوم ديال المحررة ديال الوراء غادي تتبدل على المستوى الدولي. إذا هذا الدواء هذا اليوم شفت كنحس بفعالية ديالو، وكنظن أنه غادي تبدل الفعالية ديالو. وكاين بعض الدول اللي خدات الأوتوريزاسيون، كاين شي فايزر محدد باش نقدر يعني باش نديرو شي حاجة ديال الفايزر. كاين بزاف ديال الأدوية اللي هي مضادة كنسميوها أن أونتي فيرال، اللي مضاد مباشرة للكوفيد، منهم الأدوية اللي كتستعملات ضد الإنفلونزا وضد الهيباتيت، واليوم كتقول لك كتبرع على النجاعة ديالها، ومنهم اللي خرجوا مباشرة باش يبداو غير الكوفيد. ولا إذا كانت النتيجة عندنا واحد النجاعة كبيرة، فكنعرفوا أن 2022 غتكون إن شاء الله سنة حافلة بالأمل وبالنتائج الطيبة. شكرا. شكرا جزيلا. كنظن جاوبنا على جل الأسئلة. كنا نديرو واحد السيد الوزير. دونك نشكر جميع الأساتذة اللي دخلوا وجميع الحضور على الأسئلة العامة، باش نلخصوا عموما جميع التدخلات اللي قاموا بها مجموع الأساتذة. لماذا اللقاح؟ كيظهر لأن الأساتذة عطاو واحد الأرقام جد مهمة، أن اللقاح سيحفظ 12% أكثر ضد الموت ضد الوفاة، أن 90% ديال الملقحين ما كيديروش حتى إلا مرضوا حالات خطيرة، وأنه سيحافظ عليهم أصلا
الثالثة الأجوبة أيضا كانت جد واضحة من خلال أن إذا الشهر الرابع والشهر الخامس المناعة تنقص، وبالتالي لازم تدعيم هذه المناعة. لماذا الأطفال تكلمنا على المتحور بالضبط وكيفاش أنه لسوء الحظ أربع حالات من وفاة عند الأطفال، وأخيرا فيما يخص اليقظة الدوائية بالسنة وضحت كيفاش كتعمل هذه اليقظة الدوائية، وعلى أن على أساس 35 ألف تصريح كانت هناك 0.71 حالة في كل ألف جرعة، وبالتالي هذه الحالات هي فيها 0.8% من الحالات المستقصية، وأن الأغلب هذه الحالات المستقصية هي حالات متزامنة ماشي عندها علاقة بالدواء، وبالتالي فكان أن هذه الندوة جاوبات على كثير من التساؤلات، وكانت تتمنى أنها تكون أهدت الهدف ديالها من تنوير الرأي العام. ولكم كلمة سيدة. أنا كنت متعطشين في المشكلة لكم.